إذا بدنا نعطي للمعرض السنة عنوان بيختزله شو بيكون أو شعار؟ شو نحن دائما حديثنا كتبا، نتحدث كتبا، نتحدث ثقافة، نتحدث حوارا، نتحدث تسامحا، نحاول أن نوصل رسالة مهمة هي ثقافة الإنسان. نحاول أن نلتقي في نقاط التفاهم مع الآخر. دائما هناك حوارات مميزة وفريدة من خلالها نرتقي بالإنسانية والبشرية، من خلال الكتاب، من خلال الثقافة، من خلال التعرف على الآخر. لا يمكنك أن تعرف على الآخر دون ترجمة لغاته، غير من خلال معرفته لثقافته ومعرفة الآخر. الصورة النمطية التي وجدت لدينا دائما توجد بأسباب إعلامية وأسباب مختلفة تؤثر على تكوين الإنسان وشخصية الإنسان. النقطة الثالثة تتعلق بالتنافسية الكبيرة اليوم اللي عم تشهدها منطقة الخليج تحديداً، تنافسية البناءة، دائماً نطلق هذا الموضوع، فكيف يؤثر المعرض وكيف يتأثر بهذا الواقع؟ بالعكس، مثل ما قلت لك، اليوم نحن نفخر بهذا التواجد. مشروع الثقافة مشروع مجهد وكبير، مشروع قامت به إمارة الشارقة ودولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى على مر سنوات، هو تراكم سنوات. ووجود هذا الزخم الثقافي والتنافسية الثقافية إنما هي في مصلحة المثقف العربي ومصلحة الكتاب العربي ونشر الكتاب العربي على مستوى العالم. اليوم هو ليس تنافس بقدر هو مشاريع تكميلية لبعضنا الآخر. اللافت جدا وفي إجماع على نجاحكم تحديدا بالاستراتيجية الترويجية وبمفهوم ثقافي للمعرض، وعم نشوف الشخصيات اللي عم تحضر، وهذا كمان المفهوم عم نشوفه كمان عم ينقل. وهيك بهمنا تركز على هيدي الاستراتيجية، كيف تشتغلوا عليها؟ شوفي، دائما هناك استراتيجية لدينا هي لي هذا المعرض. اليوم أصبح محطة للتواجد. أنا كما قلت لك هو تراكم سنوات، تراكم السنوات لا يأتي في يوم أو ليلة، لا يأتي بمبلغ مالي، ولا يأتي بكاتب، ولا يأتي بتأليف كتاب، هو يأتي بتراكم السنوات. الآن عندما نتحدث عن كاتب معين، أعطيك مثال نجيب محفوظ، كم سنة حتى أخذ نوبل؟ إبراهيم الكوني، إحلام الصغاني، مراد، أسامي كثيرة عالمية، أو شعراء أو أدباء أو مؤلفين. هذا التواجد وهذا التراكم لم يأتي في لحظة. عندما تجدين دار نشر عربية عريقة، الكتب التي أصدرتها لم تصدر في يوم وليلة، لم تصدر 1000 عنوان أو 2000 عنوان في يوم وليلة. هو يأخذ وقت، سنوات، جمهور، متلقين، كتاب، هكذا. نؤمن أن الثقافة هي جامعة للشعوب، جامعة لمختلف ثقافات العالم، بغض النظر عن الأحداث السياسية أو الشعوب أو الدول. هناك جامع إنساني للبشرية، هي الثقافة، هي العلم، هي حوار، هي الارتقاء بالإنسان. عندما أتى القرآن أول كلمة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ. القراءة هي حوار، هي ليست قراءة كتاب علمي فقط. كتاب العلمي هي لدرجة علمية، هي لغاية، إنما الثقافة ليست لها غاية، هي غذاء للعقل. عندما أتعلم الفلسفة الإغريقية أو الفلسفة البابلية أو اللغات القديمة أو التاريخ، أو أتعلم الفلسفة الصينية أو الفلسفة اليابانية أو التاريخ اليابان أو النزاعات التي قامت عليها الحروب، تجدين أن أسبابها هو عدم معرفة الآخر. الثقافة تبني وتعزز وتجود من نظرة الإنسان للأحداث التي تلم بها الإنسانية، ومن خلالها نحن يمكننا أن نحل أزمات كثيرة تمر بنا من خلال هذا الغذاء المميز للروح والعقل.